وافق مجلس الأمن الدولي على دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر واحد فقط يسيطر عليه الاحتلال التركي، وذلك غداة انقضاء أجل عملية إنسانية استمرت 6 أعوام بتفويض من الأمم المتحدة، مما سيؤثر على ملايين المدنيين السوريين. كيف لأولئك الناس الذين أعطوا تعليمات بقطع المساعدات عن 500,000 طفل النظر في المرآة غدا؟ سؤال للسفير الألماني في الأمم المتحدة كريستوف هيوسجن إلى حكومتي روسيا والصين لعدم سماحهما بنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا إلا من خلال معبر واحد فقط. وفي خطوة ستؤثر على ملايين المدنيين السوريين، وافق مجلس الأمن الدولي على دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر واحد فقط يسيطر عليه الاحتلال التركي، وذلك غداة انقضاء أجل عملية إنسانية استمرت 6 أعوام بتفويض من الأمم المتحدة. ووصل المجلس المؤلف من 15 بلد إلى طريق مسدود بسبب الإصرار الروسي والصيني في استخدام الفيتو ضد أي قرار يسمح بدخول المساعدات من معابر أخرى، ما أدى لوقوف معظم الأعضاء ضد الدولتين الحليفتين للحكومة السورية اللتين امتنعتا عن التصويت يوم السبت. وفي 5 تصويت يجريه المجلس بشأن القضية هذا الأسبوع، أبدت روسيا والصين رغبتهما في تقليص عدد المعابر إلى معبر واحد، وسعى البلدان أيضاً إلى تضمين عبارات قال دبلوماسيون غربيون أنها تحمل العقوبات الغربية على سوريا مسؤولية الأزمة الإنسانية. وجاء التصويت الناجح بعد محاولتي تصويت فاشلتين على مقترحين روسيين وتصويتين آخرين أعدتهما ألمانيا وبلجيكا، واستخدمت روسيا والصين حق النقد ضدهما. وتوقف نقل المساعدات عبر الأردن والعراق في يناير كانون الثاني بسبب معارضة روسيا والصين، ما شكل كارثة إنسانية لملايين السكان واللاجئين والنازحين خاصة في شمال شرق سوريا التي كانت تعتمد على دخول المساعدات الطبية من معبر اليعروبية. لمناقشة هذا الموضوع معنا من روتردام الطالب إبراهيم ممثل حزب سوريا المستقبل في أوروبا. أستاذ طالب، مرحبا بك، كيف تنظرون في حزب سوريا المستقبل لهذا القرار الصادر على مجلس الأمن؟ مساء الخير. أعتقد أن موافقة مجلس الأمن على هذا القرار ما هو إلا مكافأة مجانية تعطى للمحتل التركي الآن في هذه الفترة التي يعاني فيها السوريون من مضاعفات قانون قيصر من جهة، ومن مضاعفات الأزمة الاقتصادية، ومن مضاعفات الحرب المتواصلة منذ أكثر من 9 أعوام. هذا القرار ببساطة مطلقة هو مكافأة مجانية للمحتل التركي. طبعا لا أعتقد أن الروس سيكونون مستائين من هذا القرار بسبب التوافق أو التفاهم التركي الروسي على مسائل كثيرة، تحديدا منها المسائل الناتجة عن مفاوضاتهم، سيما مفاوضاتهم مع الإيرانيين في الفترة القليلة الماضية. نحن في حزب سوريا المستقبل نقول ما هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن بالسماح بفتح معبر واحد لدخول المساعدات الإنسانية إلى داخل سوريا، هذا المعبر الذي يسيطر عليه المحتل التركي، ما هو إلا مكافأة مجانية لتركيا. لما كل هذا التسييس في موضوع إنساني لا أكثر؟ طبعا هناك مصلحة حقيقية لتركيا في هذه المسألة، وهناك مصلحة روسية أيضا. روسيا تحاول إعادة النظام السوري إلى الأجندة الدولية، تحاول إعادة تواصله مع المجتمع الدولي بشكل أو بآخر، وربما وجدت ضالتها في فتح المعابر إذا تم اعتبار أن هذه المعابر يجب أن يسيطر عليها النظام السوري وآلياته والإدارية. إذن الاستعمال الروسي لمسألة المساعدات الإنسانية وفتح المعابر مرهون بإعادة تأهيل النظام للتواصل مع المجتمع الغربي. اللافت بأن عديد من دول العالم أبدت امتعاضها من هذا القرار الجديد الصادر من مجلس الأمن، ولكن ألا تستطيع أن تمنعه؟
أنت أجبت عن السؤال، إذا كان هناك امتعاض غربي دولي من هذا القرار فلماذا وافقوا عليه؟ هذا من جهة. من جهة أخرى أعتقد يحاول المجتمع الغربي دائما العمل تحت شعار شيء أفضل من لا شيء، ففتح المعابر قد ينقذ عدد ما من السوريين. لذلك المجتمع الدولي وتحت شعارات الدفاع عن الإنسانية وحقوق الإنسان والقوانين والمواثيق الدولية قد يعتبر أنه مرغم على الموافقة على قرار لأنه يحق يساعد بعض الناس، لكنه من جهة أخرى المجتمع الدولي وفي فترات سابقة والآن أيضا دائما إذا اضطر أن يختار بين مسألة القيم ومسألة المصالح فهو يختار المصالح وبصورة دائمة. طيب، كيلي جرافت ممثلة أمريكا في مجلس الأمن حذرت من محاولة روسيا التضييق على السوريين وحصر إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر واحد، قائلة بأنهم سيعملون على تحقيق أكثر عدالة في ذلك بما معناه. هل يمكن أن نشهد بالتالي أي مخالفة لهذا القرار الأممي أو عفوا القرار الصادر على مجلس الأمن؟ نتمنى ذلك. أعتقد دائما عندما تؤول القرارات إلى مجلس الأمن أقول أنا كرأي شخصي هذه مسألة تعني فيما تعنيه المنافسة والخلاف. ما يستطيع المجتمع الدولي أن يقوم به وبغزارة وبكثافة، وإذا أراد أن يساعد السوريين هناك وسائل أخرى وتواصلات أخرى. لنتذكر جميعا أنه في فترة سابقة تم قطع المساعدات عن مناطق شمال وشرق سوريا، وتم قطع الدعم والتمويل للمنظمات التي تعنى فقط في الشأن الإنساني. فإذا كان المجتمع الدولي، إذا كان مجلس الأمن يرغب في مساعدة السوريين، هناك طرق كثيرة أخرى خارج مجلس الأمن. نعم. طيب، ما هي الآثار المترتبة الآن على هكذا قرار حصر إدخال المساعدات من معبر واحد يسيطر عليه المحتل التركي؟ أعتقد ستستفيد تركيا من هذه المسألة لأنها ستعود للابتزاز في الداخل السوري ومع المنظمات الإنسانية ومع المجتمع الدولي. سيتم إدخال كل المساعدات الإنسانية التي يرغب بها المجتمع الدولي إلى سوريا، سيتم إدخالها عبر تركيا. ونحن لا نستبعد على الإطلاق ولا نستغرب أبدا ابتزاز تركيا لهذه المسألة. نعرف أنها قامت بابتزاز مناطق شمال مناطق سوريا عموما بقطع المياه، مياه الشرب ومياه نهر الفرات، مياه الطاقة إذا صحت التسمية. إذن هذه المسألة سيتم كأنه مسألة تدعم تركيا أولا، ولا أعتقد أن الروس مستائين من هذه المسألة لأنهم كما قلنا هناك تنسيق ما روسي تركي فيما يتعلق بشمال وغرب سوريا وشمال شرق سوريا في بعض المواقع أيضا. إذن ضمن هذا التنسيق إن يدخل هذا القرار في مسألة في عملية التوافق التكتيكي والاستراتيجي بين روسيا وتركيا. طيب، اليوم الاحتلال التركي يمارس تضييق على منطقة شمال وشرق سوريا من خلال الماء والكهرباء، واليوم عندما تحصر المساعدات من خلاله الإنسانية ومنطقة شمال وشرق سوريا كانت تعتمد على سبيل المثال على 40% في مخيم الهول على هذه المساعدات، بالتالي ما هي خيارات هذه المنطقة برأيك؟ أعتقد يجب أن يكون هناك خيارات أخرى، يجب الاعتماد على الاكتفاء الذاتي، يجب إعادة إنعاش طرق أخرى للحصول على هذه المساعدات عبر التواصل مع منظمات أهلية، منظمات دولية تعمل خارج أفق القرارات مجلس الأمن. وهناك مسألة سياسية يجب أيضا أن نفكر فيها بشكل جدي. هناك تناقضات ضمن التحالف أستانا، هناك تناقضات وهناك خلافات يجب أن نعمل ضمن مساريب هذه الخلافات. طيب، اليوم منطقة شمال وشرق سوريا يوجد فيها ملايين السكان، يوجد فيها نازحين وحتى لاجئين، إلى أي مدى في حال استمرار هذه السياسة التركية حيال المنطقة وعدم الرغبة الجدية من قبل المجتمع الدولي بمساعدتها، إلى أي مدى قد نكون أمام كارثة وعلى العالم تحمل مسؤوليته؟
نحن أمام كارثة حقيقية، كارثة إنسانية كبيرة جدا. المسألة غير مرتبطة فقط بالنازحين واللاجئين الموجودين في مناطق شمال وشرق سوريا، وإنما مرتبطة أيضا بشعوب شمال وشرق سوريا، بالشعوب السورية في شمال وشرق سوريا. هذه الشعوب التي ستتأذى كثيرا من قطع المساعدات الإنسانية، وستتأذى أكثر بكثير من عمليات الحصار التي تفرضها تركيا من جهة، ويفرضها النظام من جهة أخرى، وروسيا وإيران أيضا، لا نستبعد ذلك. وطبعا هناك نفوذ وأصابع إقليمية أيضا حول مناطق شمال وشرق سوريا، أيضا سينعكس حصار هذه المناطق أيضا على شعوب شمال وشرق سوريا. إطباق الحصار على منطقة شمال وشرق سوريا بهدف ماذا وصولا لماذا برأيك؟ أعتقد هناك توافق تركي روسي إلى حد ما على أن مشروع شمال وشرق سوريا قد يشكل خطرا على الكيان التركي، وقد يشكل خطرا على الأجندة الروسية التي تحاول بشكل أو بآخر إعادة تأهيل النظام السوري. ومشروع شمال وشرق سوريا هو بوابة حقيقية أو نواة حقيقية لسوريا التي نحلم أن تكون سوريا حقيقية كاملة موحدة لجميع شعوب سوريا. هل لدى الإدارة الذاتية الأوراق الكفيلة في مواجهة كل هذه الصعوبات؟ أعتقد لديها مجموعة من الخيارات، وفي النهاية الإدارة الذاتية لديها مشروع كبير وعظيم، ويجب أن تجد خيارات ضمن المنطقة المحدودة والمحاصرة. جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات من روتردام، طالب إبراهيم ممثل حزب سوريا المستقبل في أوروبا. وشكرا لكم مشاهدينا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.